بين الأخذ والرد حول إمكانية إجراء الانتخابات البلدية أو تأجيلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وصعوبة تأمين الأموال اللازمة، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه طلب من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة. نحن مجبورين أن ندعي للهيئات الانتخابية للانتخابات البلدية والاختيارية، نحن مصرين أن نعمل هيدا الشيء، هيدا نحن بدنا إياه، وفوق من ما أنه بدنا إياه هيدا إلزام قانوني مش بس خيار، هيدي رغبة اللبنانيين، هيدي اللي نحن وعدناهم فيها. نحن كنا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، ونحن منكرر طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، وكما منأكد على هيدا الطلب من كل السياسيين. انتم بتعرفوا انه وزارة الداخلية هي جاهزة لانجاز العملية الانتخابية. مولوي وخلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه حدد تواريخ اجراء الانتخابات واشار الى ان كلفتها قليلة. بالنسبة للتواريخ نحن هلأ بتاخدوا القرارات اللي انا هلأ وقعتها قبل شوي، بسبعة ايار الشمال وعكار، ب14 ايار جبل لبنان، ب21 ايار بيروت والبقاع وبعلبك الهرمال، وب28 ايار يعني اخر احد بايار جنوب والنبطيه. بالنسبه للرغبه الاجنبيه باجراء الانتخابات، انتم بتعرفوا انه كل المنظمات الدوليه وكل يلي عم يراجعونا كلهم حريصين على اجراء كل الاستحقاقات بوقتها. بالنسبه للي عم تلمح عنه طبع الليرات لاجراء الانتخابات، لو تعرفوا انه كلفه الانتخابات ما بتشكل مبلغ كتير كتير قليل من يلي عم يندفع على الدعم أو يلي عم يندفع على الكهرباء، يلي هو جزء كتير 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 قليل من يلي يندفع على الكهرباء، وإن شاء الله تيجي الكهرباء. يشار إلى أن هناك 21 قانونا يقضي بالتمديد صدر من الفترة الممتدة بين أعوام 1967 لغاية 1998، وكان بعض هذا مفعول رجعي، وعليه ينتظر اللبنانيون القرار النهائي حول إمكانية إجراء الانتخابات البلدية والتي بات موعدها قريبا. بين إمكانية إجراء الانتخابات البلدية أو تأجيلها يبقى للاعتمادات النقدية الكلمة الأساس، فالمشكلة المالية في البلد تطغى على جميع المشاكل، والأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة. من بيروت، حسن فقيه، أنبئن.